مرحبا بكم في كاميرا فريند، ونحن داخل الجوهرة الزرقاء نوثق الحدث الكروي اليوم ضمن مباريات إياب الجولة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا. وأكيد الجوهرة الزرقاء التي تحتضن الليلة مباراة مهمة وهي قوية ما بين منتخبنا الوطني ومنتخب جيبوتي. أكيد هي مباراة قوية وحيشتد الصراع داخل البيدان، لأنه منتخبنا الوطني هيحاول في أنه يتأهل، وأيضا كمان الجيبوتي حتسعى لأنه هي تمسح الإثارة أثار للهزيمة التي تلقاها من منتخبنا الوطني. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله بإذن الله هو قدر التحدي. نحن معكم وحنكمل مشوارنا من خلال الجوهرة الزهراء، نتابع. نفتكر انه انتصار جاء في وقته، يعني الشعب السوداني محتاج لانتصارات، محتاج لانه يفرح، محتاج انه يمرق من الحاله بتاعت الاحباطات والمشاكل. نفتكر انه نحن سعيدين بانه نحن اسعدنا الشعب السوداني بالتاهل. نفتكر انه النتيجه ما الحاجه اللي احنا دايرينها من الشوط الاول اتحسمت، والنتيجه هنا كانت كبيره، عشان كده حصل ضرب شويه. لكن انا افتكر انه الاولاد ادوا عليهم. نحن من الشوط الاول طبعا خلاص الكره نتيجه كبيره 7 يعني اخوان. طبعا انا اجامني سيرا الاقدام من مدينة الحصحيصة، جامني أنا أول حاجة السودان، والنتائج التي أحرزها المنتخب الوطني وكل المنتخبات الوطنية في ظل الاهتمام الغير مسبوق من قبل الدولة والاتحاد العام. جامني أنا سيرا على أقدام الحصحيصة عشان أدي ضربة الوطن، وأنا إن شاء الله في النهاية مع المنتخب للجزائر بمشي ان شاء الله قداري، اوعد السودان كله حمشي قداري. احنا سعيدين بانكم تاهلتوا للبطوله في الشام، وهي بطوله لابد ان يتواجد فيها السودان بحكم قوه الدوري المحلي بنتبارك فيه ونحن داخل السودان. مقدمين على الاصعب واللي هو التاهل الى نهائيات الافكار، واللي انا افتكر انها هي ايضا تفضل منكم جهد كبير. نحن مقدرين في الجهاز الفني والمدير الاداري وكذلك امان اللاعبين باسم مجلس الاداره، نقول لكم انه نحن حيتم تحفيزكم على هذا التاهل، وان شاء الله دوما وابدا نكون في التصغير و متعاونين معكم في تنفيذ برنامج الجهاز الفني لمقبل الاستحقاقات المطلوبة إن كانت عالمية أو عربية أو دولية. ختاما غنى لكم من داخل الجوهرة الزرقاء الحدث التاريخي اليوم لمنتخبنا، وهو سجل الانتصارات على ميادين الخضراء في الجوهرة الزرقاء. إذن كانت هي كاميرا فريند حاضرة، شكرا للمتابعة.